صراحه ما تنبغيش لا انا ما تنبغيش نقوم او تقييم الاعمال ديال الاصدقاء ديالي، ولكن انا تنشجعهم الفيلم المغربي، انا كنشجعهم. انا الدليل على ذلك الوجود ديالي هنا اليوم، انني باش نشجع اصدقاء ديالي، خصوصا سي عمر المخرج والمنتج تبارك الله عليه، وصديق ديالي واخي طارق البخاري جيم بوكو، لانه اشتغل معايا هاد السنه فزوجته كنفسي وتبارك الله عليه، والدرابيل كلهم تبارك الله كانوا مستوى. ولكن باش نبدا نعطي انتقادات، كاين الناس اللي نقاد ومختصين في هذا الميدان هما اللي يقدروا يهضروا على الفيلم من جميع الجوانب ديالو، بان ما يمكنش تكون جوجي بارتي، ما يمكن ليش نكون هكذا وهكذا. ولكن تمتعنا وضحكنا شويه، كوميديا خفيفه فيها شويه ديال مواقف زوينه، ضحكنا سي 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 بيان. الله يكمل بخير، نتمنوا اليوم النجاح ان شاء الله، وان الفيلم يمشي بعيد ان شاء الله. بالنسبه للجديد، انا الجديد راهين بالدعم، يعني لان الاعمال ديالي ولات شويه غاليه، ما تقدرش دير عمل سهل وبسيط، خصوصا دابا الوقت ولات شويه صعيبه. الناس ولاو تري اكزيجون، لانهم كيشوفوا اعمال، ما بقاوش يقارنوا الفيلم المغربي او العمل المغربي مع العمل المغربي، ولكن ولاو كيقارنوه مع العمل العالمي. يعني لان اصبح العالم الان، خصوصا مع هاد لي بلاتفورم والنتفليكس وهذا، ولا الانسان عنده يعني واحد الخزينه ديال الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه والسلسله، ولات عنده في الدار، يعني ولات يتفرج وفي شاشات كبيره اللي بحال كيتفرج في السينما، فولات يقارنوا. فلهذا الانسان اللي يبغي يدير واحد العمل تيخصو يفكر 10 المرات ويشوف الامكانيات المزيانه باش يقدر يدير عمل مزيان. الوغ انا الان عندي فيلم اللي هو نايضه، واللي هو كبرات صغار، عندها جوج العناوين، يعني كبرات صغار او نايضه، واللي الان هو محطوط لجنه الدعم ديال المركز السينمائي، ونتمنوا من الله انهم الى عطاونا ان شاء الله. والجديد فيه ان غادي يشتغلوا فيه وجوه اللي قديمه وجديده، ومن ضمنها السي محسن ناشط اللي اكتشفناه، واللي غادي يلعب دور جميل جدا، دور ديال لاعب كره، واللي يعني سمحت فيه الفرقه ديالو وعاش ظروف صعبة، وكيعيش في حي اللي هو حي عشوائي، وتنتكلموا على المأساة ديال بعض اللعابة، لأن بعض اللعابة كيعيشوا مأساة بحال الفنانة، لأن كاين اللي كينجح وكاين اللي ما كيساعدوش الحظ. والفيلم تيتكلم على واحد ثلاثة ديال الأولاد اللي هما من حي عشوائي، واللي غادي يشدوا الحكومة كلها رهينة، يعني بحال قلتي أونوتاج في واحد لوطيل، ومن تما غادي يكون واحد الحوار، واحد وستان فيلم ويكلو. نتمنوا من الله انه يلقى الدعم الكافي باش نقدروا نصوبوا هذا الفيلم، لانه محتاج الامكانيات كبيره بزاف. والجمهور احنا دائما تنقول لك، انا ما كنقولش عندي جمهور ديالي، هذا تيتسمى واحد شويه غرور. انا كنقول لجميع المغاربه، حتى اللي ماشي ديالي بغيتهم يكونوا ديالي، فانا تنقول لهم كلهم مرحبا بكم، ورانا تنحبكم، والتشجيعات ديالهم هما اللي مخلينا غاديين، انهم تبعينا يعني فين ما مشينا، سواء في التلفزيون او لا على اليوتيوب او لا في السينما، دائما تلقاو الناس كيمشيو يقطعوا ويتفرجوا فينا، او في المسرح. للاسف الشديد كانت قطيعه هذه الايام مع هذا المرض ومع هذا الشيء، وكان كل شيء مسدود. انت كتشوف بحال دابا القاعه كان ممكن تكون عامره مزيان كاع، ولكن ضروري خص دوك ديما جوج كراسه بيننا دا، فبزاف الناس اللي ما تحتش لهم الفرصه انهم يشوفوا العمل. فكنقول للجمهور زعما واصلوا معنا تشجيعاتكم والتقدير ديالكم، راه حنا محتاجين لكم، لان بلا الجمهور ما يمكن ليناش نمشيو بعيد، وما يمكنناش نخطو ولو خطوه صغيره. فاحنا مدين للجمهور المغربي بصفه عامه بالكثير، ونتمنوا من الله ان يولي عندنا جمهور حتى خارج المغرب، يعني اجانب. تبارك الله عليكم.